الإسلام نظام كامل. إن الإسلام لم يترك للداعية حرية انتهاج الأساليب التي تروق له، ولم يقتصر في تصميمه على أهداف معينة نظرية لا تعنى بطرق تطبيقها، بل تهملها للظروف والأحداث والتطورات. وإنما الإسلام نظام كامل للكون والإنسان والمجتمع، والنظام الذي يعنى بتنسيق كل صغيرة وكبيرة من حياة الفرد والدولة والمجتمع، لا يمكن أن يهمل طريقة تنفيذه نفسه، وإلا لكان ناقصاً ومعرضاً للمناقضات.